السلام عليكم. الموقع ده قوي جدا للناس اللي هي بتعمل محتوى، ممكن تدي له الفيديو طويل وهو يبدأ ان هو يقطع لك وياخد منه لقطات. ممكن يكون في فيديو على اليوتيوب بتدي له اللينك وتقول له جيت كليبس فور فري، فيبدأ ان هو يختار بعض اللقطات بحيث ان انت تقدر ترفعها، لان اغلب الحاجات دلوقتي اللي موجودة على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى التويتر والحاجات دي بيشجعوا فكره الفيديو القصير اللي هو شورتست، فهو بيبقى ذكي جدا بحيث يختار المقاطع اللي هو عايزها، تمام، بحيث ان ما بقاش فيه قطع في نص كلمه وحاجات زي كده. زائد تقدر تعمل يعمل ريسايز، يعدل السايز اللي موجود المقاس، ممكن يعمل ترجمة أو يكتب كلام بسهولة، الريزوليوشن بتاعه عالي جدا، لو في أي كلمة فيها مشاكل بيحذفها. هو بيوفر وقت كتير جدا على الناس اللي هي عايزة تعمل محتوى.